مساء النور واهلا بكم الى صالون تلفزيون لبنان، وبالحب ابدا. كم كان قلبك في الماضي يعلمني اني اذا خنته اجني على نفسي، فصرت طوعك مرضيا وصرت معي محتارة كم يقيم الجن في الإنس. وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة. ضيوفي طبعا معروفين، عاملين مشاكل كتير، مأوسين بالعيلة، مش إنه أحلى مع الصيف. أستاذ جوني بنير، أهلا وسهلا فيك. أستاذ فيصل عبد الساتر، أهلا وسهلا. دكتور بسام الهاشم، شكرا. نحن في هذه الحلقة قررت أنا أنه أعمل حلقة مع اللي بيشوفوه الناس بشكل دائم بالتلفزيون عم يحللوا بالسياسي، نخدهم شوية باتجاه الأدب والشعر أو باتجاه الأشياء الشخصية. يعني في أشياء كتيرة إلى علاقة كيف بنفكر ونقعد، كيف شو بنقرأ إلى آخره، كل هذا الجانب خافي عادة عن الناس، لأنه ما يعني ما بتطلعوا مقابلات أنتوا من هذا النوع. فأنتوا ضيوفي، أهلا وسهلا. شكرا فيك. الله يخليك. نحن اليوم هاي المرحلة مرحلة عيد الأم. من هي أم جوني من أم جوني منية؟ هلا بلشنا نعمل بين الأم والأم. إيه بالحقيقة أول شيء بعيد من خلال كل أمات أماتكم وأمات الأم بالأساس، بس والدتي هي إذا بدك كانت أم وبي رغم رقتها، لأنه والدي فرقنا شوي بكير. نحن عائلة من 4 أشخاص، فرقنا كانوا خي مثلا عمره 9 سنين بعد، والخي الصغير طبعا نحن كنا بلشنا عم ناخد محلنا بالحياة، يعني كنا بال18، أختي أكبر مني بسنة وعندي أخت أصغر مني، بس كان بالحقيقة هي ظروف الحرب وهيك كافحت أكثر. فمنشان هيك رغم رقتها تعلمت شغلة من عندها هي، يعني كافحت وبالوقت ذاته بقيت الأم ضابطة البيت، يعني دائما مثل الدجاجة يلي بتجمع الفراخة مثل ما بيقولوا، ضل هذا الموضوع. بس إذا بدك تعلمت منها شغلة إنه رقتها القوة، يعني بالرقة مش بالضرورة القوة تكون بالصريخ والعيطه، حافظت يعني ما تنكسر رغم انت تشوف وتخاف، تبقى هي بالعاطفة تبعها وبالرقة تبعها تبقى صلبة، عندها الصلابة اللي عندها. وعلمتني مع شغلة تانية إلى جانبها كانت هي الإيمان والصلاة. بعدها طيبة. الله يطول بعمرها. بعدها لهلأ ما في دق إلا على الساعة 5 بعده، بتزعل إذا بدق إلا، لأنه بهذا الوقت عندها ساعة صلاة تعمل المسبحة كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، وبعدها مرفقتها الصلاة لهلأ. تسمعك على التلفزيون؟ إيه أكيد، بتعطيني ملاحظاتها. شو طبعا بالآخر ابنها بتقلي أكتر شيء بتركز إنه هي بتحب يعني بتتابع المسار الحديث. شجعتني لأكون رأي أكتر، يعني من أول ما بلشت هي اللي دفشت. ايه بس هيدي انت عامل بالتوصيه. ايه بالضبط. ايه لا وحتى بعمل بتوصياتها كلهم هلا، بس بيبسطها، بشعر انه بيبسطها. والاخر يعني هذا مثل الاهل مثل اولادنا، بكره انه كل ما حدا قال اطراء او شيء عني انا تشعر بهذا الفخر اللي هي يعني بتقلي تنبسط بتقلي. حلو. استاذ فيصل، حضرتك على الفيسبوك شاغل الناس بالوالدي. نعم. الله يعطيها العمر ويعطيها الصحة. اللي بيصورها وبيدلعها وبتقول انت فيصل عبد الساتر ما عنده شيء الا انه كيف بده يقعد حد امه وبده ياخذ بركتها وبده يصورها ويقول للناس اليوم فاتت على المستشفى، على بكره طلعت من المستشفى، اليوم عنده فحوصات. فبحس الواحد في نوع من الارتباط الروحي مع هذه الام. من هي أم فيصل عبد الساتر؟ مساء الخير لك ولا أهلا أستاذ جوني والدكتور بسام، لكل المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. كل الأمهات إن شاء الله هن بركة الحياة. أمي امرأة جنوبية، صار عمرها اليوم 90 سنة بالضبط. ما شاء الله 90 سنة وبعدها بتقول زجل، بتقول عتابة، بتقول هذا. وكتلة من الهضامة بوعاء آدمي.
كتلي من الهضامه ابدا مأسرفه طبعا طبعا كثير بحب المزح هلا بعد شوي ببلش العتيبه طول بحب المزح والنكت والضحك ف يمكن معك حق بالملاحظه بس انا يعني الموضوع مش موضوع انه انا عم بشوف حالي على الاخرين بامي لا لحظه بالسؤال انا ما ضمرت لا لا بس انا عم اقول لك بحس الواحد في نوع من الانسياب صحيح وانا القصد من كل هذا الامر هو ان نبر بامهاتنا صحيح. يعني انا المقصود فيها رساله تربويه انه انت ايها البني ادم مهما كبرت ومهما صار لك مركز بين الناس انت جئت من هذه الام من هذه الاحضان من هذه الاحشاء فيجب ان تكون عندها صغيرا كطفل يلهو في ساعات مشمسة إذا صح التعبير فأنا بروح لعندها أتناسى كل شيء وأتلاشى أمامها لأنعم ببركتها وهي التي عانت ما عانته من الأمراض حتى هذه اللحظة وهي حتى الآن لا تعرف ما هو مرضها يعني أمي الآن منفوتة على المستشفى ومنطلعة من المستشفى بالبسمة بتفوت وبالبسمة بتظهر يعني بس إلى الآن يعني تعلمت منها شيء فيصل طبعا تعلمت منها أني كيف أتعامل مع الأمور ببساطة يعني أمي هيك فيها من البساطة إلى الآن أمي بعدها بتعطيني 200-300 ألف إلي وأوقات إذا في حدا من أولاد إخواتي أو إخواتي يعني بتكبل لي يوم بالأرض بتقول لي وقعوا منك فيعني إلى درجة إنه بتحافظ على هذا الشعور للجميع يعني بعدها بتشتري لي غيارات داخلية بتتصور أنت 90 سنة أنا عمري صار 60 وبروح لعندها بتكون موصيت لي مثلا على بروتيلات أو على يعني غريبة عجيبة بالطريقة التعاطي هيدي أمي دكتور وسام من هي أمك؟ أنا يتيم الأم؟ لا أمي توفت من زمان سنة 84 مع أني ما كنت صغير يعني يعني أنا أكبر من الشباب تنايرون يعني بس أنا وقت اللي توفت أمي بكيت مثل ولد صغير الحقيقة بكيت لأنه يعني حسيت أنه إن شاء الله تتشق في أساسية من قلبي وكنت بعدني راجع تقريبا طازة من الدكتوراه بفرنسا وحسيت انه إلها كثير علي وما قدرت اني اوفيها يعني ما القدر كان شيء انه تتوفى قديش عشت معها تقريبا عشت 15 سنه ولا اكثر لا لاني انا لا انه عشت لل 20 22 سنه وفليت على فرنسا عملت الدكتوراه رجعت مجوز مرتي اجنبيه من ايرلندا كم ولد كنتوا بالبيت هون نحن كنا قد ما بتجيبوا انتوا 8 كنا بالبيت نحن 12 اهو نحن 12 نحن 11 لا نحن نحن 12 هاي بياخذوا علينا الموارنة انه ما بيجيبوا اولاد كانوا جيل ابني كانوا يجيبوا اولاد يعني صحيح البيئة هناك ايه طبعا جبلية البيئة الجبلية كان جيب وقت بتكون عايش بالضيعة كلهم يتباروا انه هيدي عندها 10 معك خبر انه بالماضي كان يكتروا اولاد مثل الفعالي طبعا يعني ليساعدوهم يعني بكون عنده 7-8 اولاد يلا قوموا على الحقلي واحده منهم مفعول وواحده ثانيه يمكن كمان لانه كان يموت حدا منشان يكون في بديل عنه كثير مزبوط هيدي انه كان في كان يروح يعني يروحوا 2 من العشرة انا نحن اساسا في عندنا 2 راحوا في واحد مات خلق ميت وفي طفلي كان عمره 3 سنين كمان توفيت ما عرفوا الاهل ليش يعني. هلا في قبور اجدادكم بيت الهاشم نعم مثل القبور الاسلاميه بيقولوا مدفونين على القبله على العتيق هلا نحن عندنا يعني وبعدهم موجودين لحد هلا سمعت انا هاي كنيسه السيده يعني هي السيده الرعائيه اللي هي على التلي مبينه من وين ما كان بالعقوره طبعا انهدت الكنيسه القديمه قال شو عم بيعملوا تحديث ومدري شو غلطه كبيره كانت مدرسه اثريه مهمه كثير بس في قدامها على القبله يعني جهتها في كنا نلعب حد القبر هيك معمول شيء عين حجاره هذا قبر هاشم جدنا يعني مدفون هونيك قدام السيده وكان كان موجه صوب القبله يعني اجدادكم كانوا شيعه
هلا ما عندنا نحن مثلا هلا بيقوموا لك هلا لا معلش لا ما هي كل الناس بتعرفها يعني لا انه كان يعني ساعتها بصير يقللوا من لبنانيتك هودي تبع العنف لا ما نحن اليوم هني بحاجه لنا اللي كانوا يزيلوا علينا بالخمسينات وبالستينات هني بحاجه لنا لانه نحن نشكل رابط يعني رابط على الصعيد الوطني بقى ايه لا نحن يعني بالعقوره بيت الهاشم رايبون يعني اولاد عمون هن بيت برو يعني هاشم وبرو اخوه وكان تاريخيا كسروان كان فيها كان شيعة كان فيها شيعة يعني يعني هو حتى هناك من يقول انه كسروان جاي من كسرى اساسا من كلمه كسرى الفرس لما كانوا موجودين كمان هون بلش من يومتها الاسم كسرى وان أكل الأحوال إنه لا يعني في شيء بالتاريخ بده الواحد يروح له لا ما هذه يعني مثبتة قديم الاستيطان الشيعي يعني موجود بالمنطقة فوق جبة المنايتري قبل يعني قبل مجيء المماليك تعرف المماليك إجوا اجتاحوا كسروان خصوصا كسروان كانت منطقة شيعية الحقيقة وإجوا محيوة عن بكرة أبيها يعني اللي قتل تعرف بأي سبب نعم فتاوى ابن تيمية فتاوى ابن تيمية يلي قالت لهم انه هودي عندهم قرآن غير القرآن لكن الجهل وما بيأمنوا باليوم الآخر فلما هذا العسكري المملوكي يلي كان مشحون بمجموعة من الأفكار من هذا النوع انه هودي يعني مش إسلام داعش ذلك الزمان وعملوا هيدي الإبادي واضطرت العالم بحنوا على موضوع تاني فأنا منيح أنا يعني عديل من بيت برو يعني بعرف كتير القصة فيها يعني فنحن يعني في هيك ما شيء بس كنت طرحت علي السؤال عأمي وجيت بلشت الجواب ورح يلا روح لا بس اللي بدي أقوله إنه وهون بدي أعترف المرتي إنه لفتت نظري مرة سابقة كنت معك هون جينا على سيرة الأهل وإلى آخره ذكرت بي وإخلت على خاطرها مرتي مني إنه أنت بيانت كأنه منك مليون لأمك مليون لبيك ذكوري بدي اليوم ذكوري بدي اليوم إني بدنا نعتذر من هذيك الحلقة بدي لا مش بدي صحيح بي كان كتير يعني هو قدوة بالنسبة إلي وعمه الخوري لويس الهاشم اللي هو مؤرخ كبير تاريخ العقورة وإلى آخره بس امي هي الاساس بجعلي اوصل مطرح ما وصلت هي اللي جابتني على الليسي فرنسي هونيك تعلمت هونيك انفتحت قدامي بواب الثقافه الفرنسويه الفرنكوفونيه يعني اللاتينيه من هونيك رحت على فرنسا الى اخره فاذا انا مديون لامي بكل شيء انا عملته الحقيقه على الصعيد الثقافي بارك الله فيك ولذلك انا حي بارك الله فيك طيب ننقل على الأم الثانية اللي هي أم أولادكم يعني المرأة الزوجة زوجتك شو قيمتها بحياتك وخلينا نحكي اللي هي قيمة حقيقية عادة بتكون للمرأة مش إنه والله مدري شوي بس إنه خلينا نحكي بصراحة من دون ما يكون في شيء من المبالغة لأنه اللي عم يسمعنا إذا بده يصير في مبالغة بالكلام عن الزوجة بده يقول هذا يا ياكل قتلة يا ولعي ياكل قتلة ويمكن اثنين يعني بعد ابو طلعه وبعد بالموت اكيد هي بالحقيقه الزوجه لما يكون مشروع الزواج شغله كبيره واحد يقدر يفسره بالحقيقه مش بالهين فيك تفسره انت عم تيجي من مكان عم تعطي تقدم حياتك تتشارك مع حدا تاني عم تتنازل بمكان وهي عم تتنازل بمكان عم تتنازلوا عن مشاكل خاصه يعني لتبنوا عائلة الولد انت بتشوف اهلك واحد وهيك ولادي يعني عم بيشوفوا واحد بس بالحقيقة لتيجي تكون عائلة مسألة كتير كبيرة علشان هيك مش بالهين تلاقي مش بالضرورة كل الناس يتوفقوا بهذه الخيارات طيب بس بالاخر هو شخص شريك كلمة الشريك فيها صعوبة بس لكن بس تقرب وتشوف عن جد هذا البيت يلي بتكونه إجبار المرأة هي التي بتكونه الرجل يبقى موجود انغاب بسبب شغله ولا انحضر قدر أثر بالأوقات وحضر وشارك بهذا الموضوع بس بالآخر تبقى الأم هي البيت الأولاد يبقوا الأم البي هلأ مثلا حتى أنا بجرب رغم أنه أنا قريب يعني جربت أتعلم أني ما أهدر وقت برا أني واكب أولادي لحتى لانه انا متجوزت بكير جوزت مأخر شوي فرغم هذا الشيء
بيكون الأقرب للولد دائما هو أمه. وإذا شي نهار مثلا أنت بدي أفترض تشرعت أو أنه يعني حكيت أو طلع صوتك شوي بيطلعوا فيك بالقلب بيزعلوا بيشعروا أنه هيدا أنه ما بيسوى موجه لنا. وبالتالي هيدا تأكيد أكثر على أنه هذا البيت ركيزته روحه هو الأم يعني الزوجة. وأضيف عليها هي مش بس هاي الوظيفة اللي عندها شريكة حياتك يعني شريكة بتكفي معك هذا العمر بتبدأ معك على حب بتكفي معك على التفاهم بالآخر بدك تتفاهم. الحب لحاله بيدمر مش هناك في كتير زيجات يمكن ما بيتوفقوا. فإذا على التفاهم وهون يمكن لما الواحد بده يركب عقله وزيتيته شخصيته على عقل وزيتية شخصية الشخص اللي قدامه ليتكامل هو إيه وبيكفي طبعا من اجل بناء هذا الامتداد يلي تترك اثر بالحياه بتتركه بالعائله بالاولاد والتحضير اذا الله اعطانا عمر للمرحله الاخيره يلي بتكون بسموها الروتريت او بسموها مرحله التقاعد او بسموها مرحله يعني الراحه بس بتكون بالتشارك مع اللي حدك. هون مثلا انا اخذت سريعا لما كنت اروح على امريكا في مشهد قديش انا بحب الحياه تبع امريكا وبعتبر انه يمكن لو صار لي انه رحله بكير كنت علقت وكنت بقيت هونيك. بس قديش بخاف لما نشوفهم بس يقطعوا الستين بخاف بيعيشوا الوحده غير المفهوم يلي عنا اياه الشرقي يلي بيقدر بيجمعك وبيحضرك لهي الاخره لانك ما تكون عندك الوحده تتركه وهذه شائعه عندهم بيتقاسموا كثير ناس بيتركوا بفلوا بيبقى بيعيش هو او هي لحاله من دون أولاد. هذه الثمرة يلي عطيتها يلي بتخدم منك الدولة لأنه هي مشروعة بالأساس طلعوا من البيت وتصير هي مسؤولة عنهم ولا عندك شريك أو شريكة وبتكون عندك الوحدة. هذا بتذكر هون آخر مقابلة يمكن عملتها إديت بياف لما سألوها ورايحة تموت وكانت تخاف من الموت سألتها الصحفية قالت لها بتخافي أنت من الموت؟ قالت لها مش قد الوحدة بخاف من الموت بس مش قد الوحدة، الوحدة بتخوفني أكثر. وبالتالي أنا عم بقول هيدا هو التحضير للي بده يروح لقدام هون مع كمان تحضير ذاتي ونفسي على إني ما أكون أناني جرب قد ما فيي أعطي لأولادي لأنه يكونوا حياتهم. بتعرف لأنه الأنانية اللي بتكون بالعائلة بتقول لا بدي أحفظهم لإلي. نتذكر كلمة جبران خليل جبران أولادكم ليسوا لكم. بس بتعرف شغلي هلا كمان حسب الظروف. أنا مثلا جوزت 4 بنات ها خلال هالأربع سنين الأخيرة. أنا بيتي بيفضاش منهم يعني بعضهم موجودين. قلت له أنا يا عمي عادة بصير واحد بس يجوز كل أولاده بصير هو ومرته. أنا ما حسيت أني ومرتي بوقت اللي جوزوا لهلأ هي 4 سنين على طول موجودين عندي هن وأسرتي والأولاد والأحمد. هذا جمال العائلة اللبنانية. حسب متعة هاي جمال العائلة اللبنانية 100% بس أنا عم أقول في حال إيه في حال إذا قلت أنا ما بدي أتكمش يعني ما بدي يعني جمد برجع بقول لك انا مثلا بدي افطر دي يمكن تفضل بانطلاقتي يمكن هيدي قيسها على حالي صديقي بعرفها اني هالمسائل. انا عندي اصدقاء عندهم 3-4 اولاد و3-4 اولاد برا يا هو عايش هون لحاله او يعني عطوا او هو ومرته او لحاله او لحالها مع انه بيكونوا بعضهم شباب يعني بمعنى فيهم يروحوا ويجوا بس اولادهم مسافرين. هاي مساله الحياه. استاذ فيصل نعم خبرني شوف الزوجه وشو حامله من امها طالما هو عيد الأم لا. أول شيء بس يعني أنا هيك محظوظ بشغلي بحياتي. أنا مسكون بثلاث مريمات بحياتي. ستي مريم ياغي من مدينة بعلبك، أمي مريم سلوم من النبطية، وبنتي مريم عبد السيد. فثلاث مريمات حاكمين حياتي. هلا بالنسبة لحماتي، حماتي من هونين ضمن فلسطين المحتلة الآن، ما يسمى بالقرى السابعة. يعني بعرف يعني زوجتك انت من بنت جبالي يعني زوجتي وزوجتك قراب كتير على بعض الى حد ما. حماتي الله يرحمها يعني توفت واندفنت بالنجف الاشرف. على فكرة مرتي بعدها جاي من العراق من الزيارة، كل سنة بعيد الام بتروح بتزور. خلينا نحكي بالاول عن الزوجة قبل امه. انا زوجتي بالنسبة لي هلا بعيدا عن اللقب التقليدي شريكة الحياة، أنا زوجتي رفيقتي لأنه أنا تزوجت بكير وهي كمان كانت يعني أول صباها. يعني أنا تزوجت عمري 21 كانت مرتي عمرها 16،
يعني لم ترى في الحياة أي شيء إلا أنا. شو هالمصيبة هاي؟ فيمكن هذه أحد حسنات الزواج المبكر أو المبكر. بس أنا فعلا يعني محظوظ يعني، وأنا صار عندي أولاد شباب يعني تقريبا يعني الفارق بيني وبينه شيء بسيط يعني. وبالنسبة لإلها أولادها بس تمشي حد منهم بفكروها أخواتها يعني. مليحة. إيه يعني شغلة كتير مهمة. زوجتي الحجة سناء شحرور الله يطول بعمرها ويوجه لها الخير، إنه فعلا تحملت معي ظروف حياة صعبة. تعرف أنا من عائلة فقيرة يعني، ولدت ببيت يعني فقير، والدي كان بالجيش الله يرحمه، ولما انشق الجيش صار مع جيش لبنان العربي بالحرب، ولما صارت انتفاضة 6 شباط كان تقريبا أحيل إلى التقاعد. فعشنا حياة صعبة، كل ظروفها صعبة. وأنا بلشت بالعمل السياسي بكير يعني، بالعمل الحزبي كان عندي مسؤوليات، فكانت مرتي حالة خوف دائم نتيجة هذا الواقع. هي بالماضي يعني. بس هلأ طايف بالمصاري. هلأ طايف بالمصاري. هاك عندك صيد. لا 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 لا. يمكن جوني بيعرف. جوني بيعرف تماما هذا الموضوع. عم يعني. عم إيه لا نحن عشنا حياة كتير صعبة، كتير فيها صعوبة بكل ما الكلمة من معنى. وتحملت معي كل هالحياة، ومرتي غير متطلبة حقيقة يعني. قضينا عمر فيه تعب كتير، وتعرضت لمتاعب. حتى مرة تعرضت لمحاولة اغتيال، كانت مرتي معي وابني معي يعني. والحمد لله يعني. أقول يعني أنا مش ذاكرة كتير لأنه ما بدي أفتح جروح قديمي. يعني في زمن من الأزمنة ماشي الحال. فيعني تحملت معي خوف كتير وحياة صعبة وإلى آخره. الآن لا يعني، الآن مرتي أحسها يعني الآن في يعني راحة شوي. ما في ما عندكم حدا بالبيت وولاد؟ أنا بس مزوج واحد الكبير علي. في ابني محمد مهندس حاليا يعني في مشروع كتب كتاب، وفي عندي مريم وعباس بالبيت. الله يخليك دكتور بسام. نعم. أنا بعرف إنه أنت جوازت فترة ورجعت طلقت أو شيء. لا 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 لا، أنا جوازت وهيها. وبعدني. ومليح. وبعدني. مليح مليح. لا الحقيقة أنا جوازت كنت بعد ما عملت المناقشة أطروحة الدكتوراه، رحت على فرنسا. وهونيك يعني تقريبا ما مرق وقت كتير إلا تعرفت على الصبية اللي بعدين صارت مرتي. جوازنا ب يعني بسنة 78 بسنة 78. وبعد ما في سنة ونص اجينا اول ولد، وما اجينا كثير اثنين يعني صبي وبنت. الصبي اجى بباريس قبل مناقشة الأطروحة، والبنت اجت بلبنان بس رجعت انا وياها. تجربتي مختلفة تماما عن تجربة الشباب عم يحكوا عنها. نحن أولاً ولدين بس مش أكثر. اثنين مرتي إيرلندية من دبلن. والحقيقة أنا عندي تجربة مختلفة تماماً عن الشيء اللي أو النموذج اللي سند كلامه وقاله الأستاذ جوني إنه بالنسبة للعائلات الغربية. الحقيقة بإيرلندا أنا بعد أمريكا مالت إيرلندا إيه لا إنه عنا أوروبا مختلفة. عنا شيء كتير نتعلمه من الإيرلندية، حيث يعني تضامن العائلة تماسكها مع بعضها حتى وقت اللي بيكونوا، وأنه أساساً الأولاد بيطلعوا من البيت وبيروحوا بيستقلوا إلى آخره. ولكن إذا حدا دقوا شوكة بتلاقي لو كانوا 7-8 مرتي 7-8 هن 8 يعني، في 3 صبيان و5 بنات. إذا واحد منهم دقوا شوكة بتلاقي الكل التموا حواليه. وقت اللي أهلهم يعني بيهم توفى وأمهم توفيت بالمرتين كانوا ماني شايف يعني. أنا الحقيقة عنا بلبنان ماني شايف تجربة مثل هاي. هالتحمل للمسؤولية يعني لتبعات إنه الأهل رسوا صار لهم شيء، بتلاقيهم بيتدوروا بشكل ملفت للنظر وما حدا بيتأفف. مرتي بتحمل حالها بتفل من هون تروح على إيرلندا مشان تاخد دورة مثل خياتها واخوتها. فالحقيقه كانت مدرسه هاي بالنسبه لي انا يعني. كنت اقول يا ريت
انه يا ريت فينا نتعلم نحن انه نكون مثل هودي الناس اللي يعني بيت العام، انه فعلا مدرسه بنتعلم منهم. لانه عندنا هون بكل اسف نحن خلينا على طبيعتنا. ما بدي اقاطعك، بس انه ترابط العائله بلبنان اكيد قوي كثير، يعني ما بدي يكون فهم غلط، ترابط العائله قوي كثير وبينما معنا، ونحن يعني التماسك بين العائلات بيشتكوا منه ما هذا التماسك قوي، وانا واثق انه الاولاد من بعدنا لانه هذا بيربوا عليه وبيربوا بيعرفوا جماليته بيضلوا مسكين عليه بس لكن انا عم بفترض، عم اقول انا اللي شفته اولا بامريكا مش باوروبا، اوروبا مساله مختلفه ومش كل مناطق اوروبا بلدان اوروبا مثل بعضها، بس لكن ايضا في حال تفترض بتشوف ناس يلي حملوا حالهم وفلوا عندهم مرات بدهم يسافروا لبرا يعملوا علوم، او هذا الوضع ممكن. انا ما عم اقول عم حضر حالي، هذا التعلق اللي عندي، وانا عندي ولدين بنت وشاب وبنت وصبي، هذا التعلق اللي عندي ما بدي يوقف حائل، لانه بعرف قديش ممكن يعذبني، قديش بيعذبني انه لا وقفوا هون. طبعا بيكون عندك هذا يعني اصعب، بتخيل انه ممكن تكون اصعب لحظات بحياتك لما بتكون وانا قلت بس ما في يوقف بوجهه. لا انا ما انا الحقيقة يمكن تقدر توقف بوجهه 100%، انا الحقيقة خصوصي انه نظرتك له لابنك انه هذا عم يعمل شيء لمستقبله، هذا رايح يفتش على مستقبله. إيه؟ انا ما كنت عم ناقشك بفكرتك يا سيد جوني، ما عز الله انه هذا كل واحد عنده لا هو اعتقد انه ربما حدا يكون فيه لا شيء. انا ما بيصلح الفكره، لا انا يعني انتهزت الفرصه حتى اوضح، لانه اجمالا بتلاقي في كتار، وانا اكيد انه مش هذا يعني في صيت عن الغرب عندنا نحن انه ما في عائله وما في كذا، ما في شيء. لا يا عم في حسب البيوت بعدين انتبه، مش بس حسب البلاد، انا برايي حسب البيوت كل عائلة شكل، في البيوت حسب المناطق، حسب الاحصاءات الغرب رايح الى اضمحلال الاسر في البلدان، عفوا في البلدان وفي الاسر وفي المناطق، في البيئات كمان، مش كل البيئات مثل بعضها. هلا بتروح من هون على فرنسا، انا عايش لي 20 سنه بفرنسا، الريف شيء والمدينه يا خيي ايه، انه بتروح على النورماندي شيء، بتروح على شو اسمه على منطقه جنوب فرنسا شيء ثاني، بتروح على باريس، اللي ما بيروحوا الا على باريس بيقولوا لك عم هودي خوتين، يعني شو ما حدا بيحكي مع الثاني، مش مزبوط الكلام هذا. طيب في كثير تباين. الفاصل الاعلان الاول ونعود فنكمل هذا الحوار الجميل. حكينا قبل شوي عن المال، وانه وجهنا السؤال لفيصل على اساس هو طايف بالاموال، هيك العينونيه بيستاهلك هلا اذا بدك الحقيقه هو العينونيه عليكم كلكم صيت منيح، بس انه كل واحد بيقبض محله، كل واحد شو بيعمل الله يا ريت، وانتم بتعرفوه هذه المساله، انه بينقال هذا الكلام انه هول اللي بيطلعوا يحللوا سواء كانوا على محور هونيك او على محور هناك، كلهم هودي تبع المحاور، المصاري عم تلعب بين ايديهم. جوني منيه، انت والمال، شو نظرتك اول شيء للمال؟ وهلا بنشوف من عم تطلع مصاري، قلي لك سفرات شغله. المال شغله اساسيه ما في شك، واللي بيجرب بيتعفف يقول انه ما بيعني لي، وانا ما كثير اكيد المال شغله اساسيه من اجل انت تقدر تعيش، ووسيله الوسيله الاساسيه لتقدر تعيش، بس لكن الفرق هي كيف تكسب المال، وهي بتاخذها بالتربيه بنشأتك، وايضا قديش انت عندك يعني استعداد لانك ما يكون في عائق قدام اي وسيله تستعملها لتجني هذا المال. وهون في درجات، بس بالاخر بتكون فت بهذا المسار. خليني اقول انا ربيت على، وهي تتعلمها بالبيت، ونشأة البيت اهم شيء بهذا الموضوع، كيف بتعلمك بموضوع المال وحصانتك بهذا الاساس. انا الحقيقه والدي بتذكر ايام الحرب، وكان ظروفه صعبه كثير بسبب الحرب، كان بتذكره كثير منيح، يركع ويبوس الارض ويقول كتر خير الله. ومره قلت له انا بتعرف كنت باول طلب عم تشكره عشو انه وين شايف خير ليكتر، زعل مني وقال لي عم تجدف انت،
وما بيسوى تحكي هالكلام وكذا. وزعل ليعلمني انه لا، بالحقيقة انا كنت يعني نوع من المناكفه او نوع من السؤال باول عمر الواحد بيكون. فربيت بشغلي تعلمت انه علموني اهلي بموضوع المال، وانا اهلي يعني عاشوا بخوف ربهم ودرويش، ما عملوا مسائل يعني اموال او هيك لا. طيب علموني تعرضت لا اكيد بس ما في امكانيه تكون بالمجال هيدا ما تتعرض لهذا الموضوع. بس خليني اقول لك بالاول انا بلشت وكنت اخذت من اهلي بتسميها البساطه بالتفكير، يعني كنت عم اقول لك شوي البراءه خليني اقول او القناعه الريفيه يمكن ولدتي، مش هيك كنت عم اقول لك عنا انا مش نصدق اللي بيقولوا لك ايه، كنت صدق يلي بيقولوه، مش هيك كانت العناوين او بس واحد يحكي كنت صدق هذا ما صدق انه في شيء خلفه واندهش بعدين صدمت عده مرات بحياتي لما اشوف انه لا في هذا مش مزبوط، هذا في خلفه. وعلمتني الدنيا اذا بدك والثقافه وهذا انه لا، اللي يعلن شيء والتاني شيء والحقيقه بمحل تاني والشغل تبعه في عده اوجه و بس تعلمته من كيسي. تعرضت ايه مع اني بالاول انا كان عندي راتبي بس، وانا كان عندي اهلي بدي ساعدهم، وكان عندي اختي وخي اصغر مني بدهم يكفوا بعد علمهم، خيي كان عنده جامعته. وانا راتبي بالصحافه بتعرف، بس كنت اشتغل بعده محلات. كنت اهلك بتذكر لما كنا بصوت لبنان، ومن بعد ما تركت زحلي واجيت لهون كنت اشتغل صوت لبنان، كانت مؤسسه كبيره محترمه وادارتها الماليه منيحه، بس كنت حدا اشتغل بثلاث مؤسسات تانيين لحتى تقدر تساعد الحمل. رح اقول لك مره ب زعيم عربي كبير شفته بيجي عم بيعرض علي، ما بدي اقول الاسم وتوفى، بس ما بدي اقول الاسم ما بدي فوت بهذا، عم بيعطيني بالاخر نحن وفيلي من هونيك مغلف بتذكر ابيض لازم يعمل له 10000 دولار يعني بفتكر ما بعرف، ما كانت تطلع ايدي يعني تجري، مشان هيك بقول لك التربيه تبعك كيف تعطي، ما تطلع ايدي بدي طلع ايدي ما تطلع ايدي من جيبتي لحتى اقدر اخذها، رغم انه كنت بحاجه لانه كون يعني بحاجه لهذا المبلغ، انه ما كان عندي بيت. قوه سياسيه محليه طبيعي، بس انا بطلع وهذا اللي خلاني اعطيني هون. بدي اقول لك شغله وهذه المساله الاساسيه. طب شو بيجوا للواحد انه نحن نعطيك مصاري بتسوق سياستنا هيك بهالشكل؟ بس بيسالك كيف كمان بلا ما بدي اسال هذا، بيسالك انه بيقديك انت عم تشتغل هذا واضح بتقديك وكذا هل ما تخلي وانت عندك وين هون وكيف هيدي علمتني لي انا، وانا يلي بيسمح لي لي انا وانت عم تقول مشوي في محور انا بقدر ببرم البرمي وعندي رياحتي وبنتقد البدي لانه خلتني كون انا حس انه حر. وانا كنت اختلف مع رؤساء التحرير او اصحاب المؤسسات الاعلاميه اللي كنت فيها لما حس انه طب في شيء مش صافي وانه ممنوع هاي وانه هاي وانه هيدا ما بدنا، ما كانت تركب معي. انا بعرف وربوني على قناعه بتقول اهلي يلي هو الانجيل بيقول لا تعبد ربين، نحن الاشراك الوحيد يلي عنا بالانجيل والمال بقوه الله لا تعبد ربين، شوف قوته بقوه ربنا السلام على اسمه. لذلك انا رحت مثلا بسنة 2000 وكنت لما اختلف مع المسؤول اللي فوقي شير برات المؤسسة حتى الهم ارجف بدي اشتغل ما عندي شغل لحتى اروح محل تاني او محل تالت لحتى ترجع تزبط. فسنة 2000 عملت شغل خاص اللي انا قلت انه ما لازم للواحد غير اللي يكون عنده شغل خاص اذا ناوي يكفي بهاي المؤسسة محصن حاله او بهذا المجال محصن حاله، وهيك كنت مقرر. وبالتالي بشغلي الخاص يلي قدرت عملت فيه لقدرت تزوجت لما عملت مدير الاخبار بالاو تي في سنة 2011 بعده بيتذكروا الزملاء اللي هونيك باول قعده انا وياهن عمي بالاجتماع قلت لهم وبيتذكروها وهن بيرجعوا بذكروني فيها انه بنصح كل واحد منكم يعمل بزنس صغير يعطيه مصاري لحتى ما اذا عنده المناعه ما بده ياخذ تقويله هاي المناعه عنده هو تحصنه اكثر تجاهها وما ياخذ من يلي قدامه. ولو كان بتذكر المثل اللي قلت لهم هي وبعضهم بيستعملوه ولو عنده صار كان كيوسك منقيش بس بيعرف فيه مدخول اذا صار برات هالمؤسسه كرمال قناعاته
وكرمال كرمال يعني مفهومه وحريته وكبوه برا ما يتلهم انه في ضل في عنده شيء يفوت شويه مصريات لعنده. استاذ فيصل نعم انت والمال اول شيء مثل ما بيقولوا يعني مدافع عليك الخيرات او او بالكاد عندنا معاشات لشو شوف اول شيء لكاد تنهيدي لا يعني انا بعكس الاستاذ جوني تماما لانه انا صحافي لكن لم اعمل في مؤسسات بمعنى الى اطلالات والى زيارات والى روحات والى مجيات فحجم الاغراءات بالتاكيد اقل يعني نوعا ما اغراءات من ميلي وحده وخلصت اثنين انا اكثر يعني عرفت ب يعني كمحلل سياسي تلفزيوني اكثر كوني بكير طلعت على التلفزيون يمكن قبل كثير من الشباب وبطلع على التلفزيون بكثره كاثره اذا بدك يعني في 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 كثير ظهور لإلي تلفزيوني فلذلك انا بعتبر رسالتي بالموضوع الاعلامي التلفزيوني هو الدفاع عن هذه القضيه والمبدا اللي انا حامله ماشي ما عندي اي شيء ثاني مش عم نناقش لا 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 عم نناقش المصاري في حدا مره عنده انه هيدي شغلته مهنته الى اخره لا انا ما معتبرها لا مهنه ولا شغله ولا اخر همي يعني انا كنت صديق كثير لجوزيف سماحه الله يرحمه واللي بيعرف جوزيف سماحه بيعرف قديش كان زاهد في كل هذا العالم يعني فانا تاثرت فيه بهذا المعنى لما كنت اكتب بالايام الصحافه المكتوبه كان شيء بسيط يعني بهداك الوقت عم بحكي بالتسعينات انا بال2001 بال2002 فت على قناة العالم الإيرانية كمدير لقسم بالقناة العالم وصرني شي 10 سنين تقريبا عندي برنامجي الخاص غير اني مدير بالقناة يعني ما عندي الا هذا الراتب بكل حياتي ما عندي شيء ثاني ما باخذ بس هلا اذا كان عندك شيء ثاني اللي حتقوله لا ما عندي معروف يعني لا انا ما عندي حساب بالبنك انا بتحدى اسمي فيصل محمود عبد الساتر اللي بيروح بيلاقي لي حساب بالبنك او بيلاقي لي اي طب في ناس بينحكى عنهم من 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 جماعتك انه له مخصصات من الحزب بالمبلغ كذا له مخصصات كذا انا هلا على الهواء مباشره اللي له معي يجي انا على الهواء مباشره اتحدى اذا حدا مقبضني شيء او بقبض من حدا كائنا من كان بقبض معاشك كائنا من كان انا بعيش من تعبي واكثر من هيك بقول لك كل شهرين لنقبض شهر اذا بدك كمان يعني هيدي دوامه يعني الدوامه اللي بعيشها بشكل دائم بس انا بقول لك ما اجاني اغراءات اذا ما في حدا ما بيجي اغراءات في ناس بيسقطوا كثير وجوني بيعرف نحن اولاد مهنه يمكن قليل ما بنلتقى بس في ود متبادل بيني وبين جوني وفي لقاءات باكثر من مناسبه مع بعض ملتقيين بيعرف تماما قديش في ناس لا عم تقبض واضح بتقبض من اكثر من مصدر واضح. وبتسوق اسماء محليا يا رجل وصلت بالفتره الاخيره على التغريدي هالآن وفي دناءه ولما انا بطلع بقول هيك البعض بيقول لي انه فيصل عبد الساتر بتضلك تهاجم الاعلاميين يا عمي انا مش عم بهاجم الاعلاميين انا عم بقول عيب انه واحد يصير رخيص الى مستوى هالقد يصير يعني له علاقه بالمال والى اخره دكتور وسام ما بتقبض انت بس مش رح تشكوا علي بتخلوني اوصل بكلمتي الاخر يلا لانه بتكون فرغت هونيك بتجي لها وبتختصرها لا مين قال لك بده يروح فين الاخر ما تتهم لي لا لا اخذ وقتك قد ما لا لا بس انا الحقيقه انا كنت صحافي باول طلعتي بس تجربتي كانت بالصحافه هاي اللي باول السبعينات كانت كثير يعني مليانه عبار فهمت انه انا هذا منا مهنتي لانه بالنهايه يعني عندك حاجات المدخول اللي تامنه الجريده ما بيغطي فاذا ومحطوط انت على السكه عندك شو في عندك ابواب انك تسترزق روح استرزق بس ما تجي تدق باب صاحب الجريده انه تعال وشفت اكثر من هيك يعني مرقت بتجربه كان في عندي زميل معروف يعني شغلته ما كان يشتغل كثير يعني كان شغلته قاعد هوليك ملطش بقى ياخذ من مستوردين الادويه 5000 ليره بالشهر شو اول السبعينات 5000 ليره بالشهر تعالي يا مامي كان شغلته بس من شان يضمن انه ما ينقال عن كلمه عاطله
شوف كيف؟ ابدا بشوف انه كيف الفساد ماشي بالبلد. انا فهمت الحقيقه بكير كثير انه هيدي منا مهنتي، يعني لا انك قادر انك يعني تشتغل فيه بحريتك، لا قادر تبني رأي لانه بدك تكون مرتهن تقدر تكمل يعني، ولا حابب كمان انه يعني بتحس انه في كتير ضياع وقت رايح عم بتركض ورا الخبر. فمن هون قررت انه انا خلاص هذا منا مهنتي، وبالتالي على امتداد هالشيء هذا دبكت الحرب سنة 76 حملت حالي ورحت على فرنسا تعمل دكتوراه، والخيار كان مش تعمل عملي. اللي بيعمل دكتوراه بيكون عم بيوظف حاله بالمجال الفكري بالقضايا اللي لها علاقه بالذات بالنفسيه بالروحيه بالفكر الى اخره. الحمد لله كملنا هيك، يعني هالشيء هذا ما منعني اني احصل على اشياء يعني اليوم انا متكل عليها هي اللي عم بتخليني اعيش، لانه انا استاذ بالجامعه كنت وصلت انه معاشي قيمته 4500 دولار. اليوم بفضل هيدي العصابة الحاكمة يعني انه طيب انجا 150 دولار طلعوا ووصلوا الاقل من هيك. انا اليوم لو ما عندي نتيجة اعمال تاني كنت اعملها ترجمة، اعمل ترجمة من الانجليزي للفرنساوي من الفرنساوي للعربي، يعني يعني بعرف ثلاث لغات. فهالشي هذا طلع لي قرشين قدرت احطهم موضعة باول يعني الكاريير بعد الدكتوراه بفرنسا، اشتريت بيت خدت ارض، وهالبيت لاني كنت ادمي عم بدفع انا ومرتي بصدر حقه بشكل دايم، فالبنك صار يوثق فينا. هالشيء هذا خلينا نشتري بيت ثاني بايرلندا وبيت بفرنسا والبيت اللي عملناه هون بجبيل، وكله هذا نتيجه انه نحن مصداقيتنا وادميتنا انه هودي بياخذوا الارض وبيدفعوا. حلوه الحمد لله. اليوم انا يعني انا اشوف زملائي في يا حرام أساتذة الجامعة صحيح. يعني تعتير صحيح. تعرف واحد بيوصل للعمر هذا من 70 سنة هذا بتنصاب مرته بألزهايمر، هذا هو يعني مريض ما عنده شيء يعني هيك على الأرض يا حكم. أساتذة الجامعة يا حرام أساتذة الجامعة اليوم، والبرجوازية الجديدة عندنا هي أصحاب المهن يعني السنجاريين الحدادين النجارين، مع احترامي لهم انتبه كله فريش كله فريش هاودي كله فريش دولار. الباقي نحن يعني في الموظفين الدولي القطاع التعليمي العسكر المتقاعد والمعدمين كليا ليك هوديك فريش دولار انتو فيش دولار فيش دولار. فانا الحمد لله انه مأمن معيشتي من عائدات الايجارات اللي تجيني من ايرلندا، يعني هذا اللي بدي اقوله. هيدي بايام العز قدرنا نحطهم على جنب ان شاء الله، قطعنا موضع مشان تقدرنا ان شاء الله بتعيشوا ايامكم باجمل ما يكون. الفاصل الاخير ونعود للحوار. سؤال بعتقد الاخير، انت والنجاح انت والفشل. جوني منير بحالة النجاح بشيء وصف لي حالك، وبحالة الفشل وصف لي حالك، كيف بتكون؟ مثل كل الناس بفتكر بحالة النجاح بيكون عندك نشوة، بس ما يعني ما بترجمها فوقية او هذا، بس بيكون في عندي نشوة. امتع شيء عندي الشعور بالنجاح، وربما هذا النجاح يكون مسألة بسيطة يعني مش بقدروا شغله، بس هذا الشعور. شعور الفشل مر صعب، بس دائما كنت يعني بيفقدك القدرة على التحكم وكذا. لا لا ما بحياتي. رح أقول لك شغلي كمان عني، بس قبل كنت دائما صرت دائما بعدين أعرف إنه بهذا الفشل يلي هو مر وبقعد فيه بنزوي لحالي أو بختلي بنفسي، مش بنزوي، كلمة بنزوي مش مزبوطة، بختلي بنفسي دائما اتعلم طب ليش هيدي هون وشو كانت، يعني بحاول اتعلم منها ليقيني انه النجاح يمر عبر الفشل. بدك تفشل لتنجح، وانا مقتنع فيها يعني بعمل فيها. هون رح اقول لك شغله، يمكن سالتني انه انا بطبيعتي، لانه طبيعه اهلي كنت عم اقول لك طبيعتي باساسها عاطفية وفورية، يعني بتصدقك. ولقيت أنا مسألة غلط بحياتي أنا وماشي فيها، كانت توصلني على محلات
لانه عم يطلع بوجهك وتعلمت مره واثنين اي حيطان. فشو صرت اعمل؟ اول انطباع مثلا انا ما بعطي جواب فوري، او لما بشوف شغله ما بعطي رغم انه بيكون عندي الجواب تكتها بشوفه، لا برجع بختلي بنفسي، برجع بقول له اعطيني يوم او يومين بفكر فيها، ساعتها بفكر فيها عن هدوء تطبع يلي عندي. اي حلوه يلي بيغلب على الطبع، يلي بيرجع بزينه مزبوط، لانه برجع بقول لك الخامه من جوا، الخامه هي ريفيه يعني. متى العد للعشره؟ هي هو ايه كمان اذا بدك، يعني بدك تاخذ قرار انت عد للعشره، واحد اثنين ثلاثه اربعه مره، هذا الوقت مرقت براسك بده يطلع شيء جديد. استاذ فيصل، نعم، النجاح والفشل، وصف لي حالك بحاله معينه عشت فيها نجاح وبحاله معينه فشل، كيف كنت خلالها؟ هلا هو ما دام الحديث عن الذات يعني او عن الشخص، يعني هو عم يحكي عن حاله، لا بأس واحد يحكي عن حاله بشيء من الفكاهة، من العبرة او الفكاهة اذا بدك. يعني انا شخص والله لايك حكي لنا نكتة، هلا بدي مش لا هلا ممكن احكي مش حنقولها على الهواء. شيء غريب بالشكل، ضلينا بشرفه، كنا شي 15 واحد صدقا شي نص ساعة نضحك على هاي النكتة قد ما هي رائعة. هلا حاحكي شيء، حاحكي شيء قريب منا يعني. ماشي الحال، انا من الاشخاص اللي حقيقة ما حدا له فضل علي، الفضل لرب العالمين. يعني هاي المسيرة يعني اللي بيتخيل فيصل عبد الساتر في الثمانينات كيف كان مقاتل، شفتك بالصور. شفتني بالصور. بعدين بالتسعينات يصير بالصحافة المكتوبة، بيكتب أكثر من مطرح، بعدين يصير بالإذاعات ويصير بالتلفزيونات والمحلل السياسي، ولا عم يقدم برنامج. أنا ما حدا حط لي إجري بمطرح، أنا لحالي صرت أمشي ومشيت والحمد لله، هذا كله سوا. فنجاحي بيعتبره جزء من سعي المتواصل. وكما يقول بيت الشعر، على المرء أن يسعى بمقدار جهده وليس عليه أن يكون موفقا، لأن التوفيق من رب العالمين، يعني هو اللي بيوفق. بس عن سر النجاح، والواحد لما بينبسط بشيء حلو، مرة أحكي لك النكتة، يعني طالع من الأرتي، تعب في برنامج عروسي اليوم اسمه اسأل أكثر، بيكون جوني مشارك فيه. هذا البرنامج مناظرة، يعني لازم يكون في ضيف ضدك او يعني خصم لك. فطالع انا ومعارض سوري بعز دين الازمه بسوريا وبعدها ولا تزال، فانبسطت كثير انه انا استطعت اني اتفوق وجيب بالريت، يعني هذا الاحصاء اللي بيعملوا، فمبسوط كثير الى درجه ما قدرت انطر لاوصل للبيت لشوف الرسائل على الواتساب. طلع جاي على الروش. لا، وافتح حرش الطيوني على الحرش، واقف بسيارتي فاتح الرانج شوي عم بتنفس يعني هواء، وعم بتطلع على التليفون الرسائل، مبسوط انه هالقد اجى يعني ردود فعل. يعني واحد بالسيارة، مرق واحد على الموتوسيكل سرق التليفون من بس النكتة مش هون، لحقت واحد تاني بالغلط. الموتوسيكل اجى بعكس السير، سرق التليفون، لحقت موتوسيكل قدامي. يعني جيت لاضربه، قال لي يا اخي شو بدك مني؟ قلت له اعطيني التليفون. قال لي اي تليفون؟ قلت له مش انت سرقت لي التليفون؟ قال لي يا اخي اللي بيسرقك بيروح بعكس السير، مش بيجي مع السير. طيب بالفشل يعني بتضل مسيطر على حالك مثل النجاح؟ هلا ولا لا، ممكن الفشل ياخذ يعني نأذي ابعد؟ هلا بشكل سريع، لانه تاكيد بينه وبين حاله الواحد اكيد دائما بيتمنى انه ما يصاب بالفشل، بس الفشل جزء من النجاح. اللي ما بيقدر يشوف كيف تتقبله، كيف تتقبله؟ بتقبله طبعا، وانا هيك صاحب روح مرحه، يعني بتعطى مع حالي بطريقه كثير فيها شيء من البساطه. يعني دكتور وسام، نعم، النجاح والفشل حالك كيف بتكون؟ هذا سؤال صعب الحقيقه، لانه انا يعني هيدي النجاح الاقصى والفشل الاقصى ما عرفته الحقيقه، ما يعني ما عرفت نجاح بيسكر ولا عرفت فشل بدمه. عرفت لك، في عندي فرد لحظه، لحظه نجاح كان لها تاثير علي، بس يمكن نتيجه الضغط، وانه حابس الانفاس مده 4-5 سنين عم بتحضر تروح للدكتوراه وكذا، وعملت المناقشه واخذتها بتجلي، رحت بحاله انهيار يعني. خلصت العمليه، مبسطنا كثير، عملنا الكيس اللي لازم نعمله، ورحت نمت، بقيت 24 ساعه ما فيني اقوم. يعني انه هيدي ما بعرف اذا لها علاقه بالنجاح
ولا لها علاقه بانه طيب. انه خلص يعني انه حبس انفاس مده 4-5 سنين واخيرا نفستهم. بالحقيقه انا ما اصبت لا بالنجاحات القصوى ولا بالفشل الاقصى، وكان دائما يعني عندي اخذ مسافي انا من اللي بيصير معي. انا دائما هي بطلعي، مع اني ماني كثير فليجماتيك، انا بنفعل، انا انسان حبيب كيف يعني مثلك انت، نقعد منغني منرقص الى اخره. بدنا نسمعوا لخينا فيصل وقت الحلقه وقاعدين حالنا في شهر رمضان الحلقه تكون خاصه. يعني حقيقه انه واحد مثلي انا مفروض انه كوني اني انا من هودي الناس اللي بحبوا الكيف والفرفشه، انه مفروض انه يفرح كثير اذا اصاب نجاح بشيء او يزعل كثير اذا بحاله الخيبه. انا لا، هي شيء وهي شيء. ضيوفي الاعزاء، انا بدي اشكركم، انتهى وقت الحلقه، بس انا عندي سؤال رح اتركه عندكم. هذا السؤال طلع براسي من 3 ايام، قلته لمجموعه من الاصدقاء، قلت لهم فكروا في الايام بس تمروا وين بتصير، ورانا او قدامنا؟ اوه هذا سؤال فلسفي، هذا سؤال فلسفي كبير طلع براسي حقيقة. طلع براسي عبر غنية، أنا عم بكتب غنية. حلو حلو كتير. إنه الزمن اللي عم يمرق، الأيام اللي عم تمرق، اليوم مثلاً خلص هذا النهار، وين نحط، ورا ولا راح نطرك قدام؟ أنا بدي بس أقول لك ما تجاوب لأنه صعب الواحد يجاوب. أنا بس بناء على هالإشكالية، أنا صرني 3-4 أيام جلسات نقاش حول اللغة والألفاظ والمعاني مع يعني اساطين باللغه، النائب الدكتور ايهاب حميدي كتابه الجديد الان موسيقى اللغه، الدكتور اكرم نبهه، والشاعر مصطفى سبيتي اللي عم يعمل اعراب كامل للقران الكريم. جلسات متواصله، وفعلا مثل هذه الاسئله اسئله كثير كبيره وكثير. انا قلت له ان الشباب اشمل التاريخ كان غدا يعني كمان ربما هيك ربما يعني ما بتقدر بالمية مية بتقول يعني، دايما نحن بنقول الحياة قدامك، ودايما بتقول خلص براح اللي راح وصار ورانا. هل فعلا ورانا اللي بيمرق، وعلى تحديدا الأيام، هل بتصير ورانا ولا لا قدامنا؟ فهذا سؤال فلسفي. ضلنا نقول الزمن الجميل الزمن الجميل قد ما شفنا زمن قحط يعني. هو في، فأنا بدي أشكركم. هو الزمن مش زمن واحد، واضح في عندك أزمان. قلت لك ما بدنا جواب هذا، بدنا نفكر في. لا بس مهم السؤال هذا يعني. طلع يعني جواب عن حدا عند طلع عن جواب حدا من الأصدقاء هيك المطلعين بالفلسفة، قال لي أنا بعتقد ورانا وقدامنا. مظبوط بذات الوقت ورانا وقدامنا مش برا. تصبحوا على ألف خير. شكرا.